وجدتي، سؤال وجواب. بالحقل يعيش مع ابنه العجل الصغير، نأكل لحمه، نشرب حليبه، والجبن منه لذيذ. في الحديقة مع جدتي. نق 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 نق. ما هذا الصوت يا جدتي؟ أنا حيوان بري مائي، أعيش في البرك، أعيش في الحدائق. صوتي نقيق، قفزي عجيب وبديع، أقفز أقفز وأقفز بأربع أرجل. عيناي غريبتان ليس لهما مثيل، أكلي حشرات، أكلي طحالب، وأشرب ماء. أنا مفيد للإنسان، أنظف البيئة من الحشرات. لوني أخضر، لوني بني، ويمكن أن يكون رمادياً. بيضي كثير، كثير عند الفقس. حجمي صغير، أنام شتاءً وأنشط صيفاً. جدتي يا جدتي، الجو جميل، بديع وظريف، صحو منعش لطيف. هيا نخرج إلى الحديقة. جدتي يا جدتي، ما هذا؟ إني أرى شيئا صغيرا، لونه بديع، متعدد الألوان، أحمر، أخضر، أصفر، أبيض، بني، أزرق، أو مخطط ومنقط. نعم نعم يا صغيري، هل تعرف من أكون؟ شكلي غريب ومحير، أمشي على أربع، أمشي ببطء شديد، وعند الجد أمشي سريعا. لي ذيل طويل ورفيع بطول جسمي أو يزيد، لي لسان طويل طويل لزج يلصق بما يمسكه من الحشرات على الشجر والأغصان. أنا صديقة الإنسان، أحمي الثمر والأغصان. هل تعرف من أكون؟ أنا ساحرة عجيبة وغريبة، أقدر أن أتلون بكل الألوان، حتى أحمي نفسي من الأعداء. لي عينان ليس لهما مثيل، أبصر بهما يمينا وشمالا. صوتي هادئ غير مسموع. بيضي كثير، 50 أو 60، بالحفرة أخفيه. بيتي جميل بين الغصون، لا تراه العيون. جدتي يا جدتي، هيا نلعب لعبة حلوة، لعبة السؤال والجواب. هل تعرف من أكون؟ طق 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 طق. من بالباب؟ أنا 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 أنا. من أنت؟ أنا طائر جميل، صوتي بديع، لوني ساحر وجميل، ريشي أحمر، أصفر، أخضر، أسود، بني، ذهبي وأبيض. أغني وأقول مرحبا مرحبا، أقلد صوتك. لي منقار، لي جناحان ورجلان. بيتي شجرة، بيتي قفص به غصن بني. آكل حبوبا، آكل مكسرات، آكل فواكه، وآكل بذورا. هل تعرف من أكون؟ عد وقل. 1 2 3 4. 1 2 3 4. وأنا أقول 5 6 7 8. هل تعرف من أكون؟ ابني فرخ صغير، جميل لونه بديع، يصيح سو 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 سو. النهاية.
هل أعجبتكم قصة اليوم؟ لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة لمشاهدة قصص الأطفال العديدة والممتعة.